صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نود معرفة أنواع الكفر والفرق بينها في الإثم. الكفر قسمان: كفر أكبر يخرج من الملة، وهو جحود أو إنكار أو التكذيب بشيء مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله أو أجمع عليه العلماء، فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه يكون كافر. من لم يؤمن بأسماء الله وصفاته، من لم يؤمن بالقضاء والقدر، من لم يؤمن بالملائكة، من لم يؤمن بالرسل، من جحد ركنا من أركان الإيمان فهو كافر، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه شديد الإثم، وذلك مثل قتل المسلم، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، كفر يعني كفر أصغر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر أصغر أو خروج من الملة، كبيرة من كبائر الذنوب وكفر أصغر لا يخرج من الملة. وكذلك الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مراد الكفر الأصغر. والضابط في هذا قالوا: إذا عرف الكفر بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، وإذا نكر فهذا كفر أصغر. نعم.